السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بألف خير يا إخواني الكرام، وأشكركم على دعمكم المستمر، ونرجو المزيد من الدعم من أجل نشر المزيد من الفيديوهات. وبالنسبة لجدد في القناة، فهذه القناة مختصة في تربية طيور الزينة، فإذا أعجبكم المحتوى الذي أقدمه على هذه القناة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهيا بنا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قرأتم في العنوان إخواني الكرام، اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن العلامات التي تدل أن أنثى طائر البادجي قريبة من وضع البيض. ابقوا معنا. وأول علامة التي تدل على أن أنثى البادجي قريبة من وضع البيض وهي الانتفاخ أسفل البطن. سوف أريكم الآن، فكما ترون سوف أريكم جيدا الانتفاخ تحت البطن كما ترون. وهذه العلامة هي العلامة الأولى التي تدل على أن أنثى البادجي قريبة من وضع البيض. والآن ننتقل إلى العلامة الثانية. العلامة الثانية وهي أن أنثى البادجي تقوم بالدخول إلى العشب بشكل مستمر، فكما ترون أنثى البادجي تقوم بالدخول إلى العشب بشكل مستمر، وهذا أيضا يدل على أنها قريبة من وضع البيض. ثالث علامة أن ذكر البادجي وأنثى البادجي يقومون بالتآكل فيما بينهم، فكما ترون يقوم بالتآكل لأن الأنثى تكون حاضنة على البيض ويقوم الذكر بإطعامها، فكما ترون يقومون بالتآكل مع بعضهم لأن الأنثى تكون تضع البيض ويجب أن يطعمها الذكر. والآن ننتقل إلى رابع علامة. رابع علامة التي تدل على أن أنثى البادجي قريبة من وضع البيض وهي أكرمكم الله أن مخرج الأنثى يكون كبير، وأيضا الأنثى تقوم بوضع البراز يكون مختلف قليلا، أكرمكم الله يكون البراز أكبر حجما من البراز العادي، وهذا أيضا يدل على أنها قريبة من وضع البيض. والآن ننتقل إلى خامس علامة وهي أنك تلاحظ طيور البادجي تقوم بأكل السيبيا بشكل كثير جدا، فكما ترون هذه هي السيبيا التي وضعتها لهم البارحة، وكما ترون أكلوا الربع منها. فكما ترون الأنثى عند قرب وضع البيض تقوم بأكل السيبيا بشكل كثير جدا، فكما ترون قمت بتغييرها في الفيديو السابق، سوف يظهر لكم اليوم إن شاء الله الفيديو الذي وضعت حوله تنظيف جميع أقفاص طيوري، سوف أضعه لكم اليوم إن شاء الله، ينشر مع 12 صباحا. وكما ترون سادس علامة وهي أن الذكر يقوم بالدخول عند أنثى البادجي، فكما ترون. وبعد هذه الخطوات التي قلتها لكم إن شاء الله أنثى البادجي سوف تقوم بوضع البيض، وهذا إن شاء الله سوف يحصل لجميع الطيور التي مرت من هذه المراحل وأيضا التي قلتها لكم. كان هذا هو فيديو اليوم حول العلامات التي تدل على أن أنثى البادجي قريبة من وضع البيض. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، فإذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة. Run free and dive into the sky. Hear the wind.